خلينا نروح لبيراميدز اللي بيختتم النهارده تدريباته لمباراه مازان الكنغولي في دوري الابطال آه خلينا اقول لكم انه بيراميدز ما قدامهوش اي حل تاني النهارده غير انه يكسب يكسب علشان يحافظ على فرصه في التاهل من المجموعه الصعبه دي كمان غير بيراميدز عندك مودرن فيوتشر في الكونفدراليه عنده ازمه غيابات يعني فيوتشر سافر لجنوب افريقيا بدون لاعبته الاجانب اساسا لانه يعني يمكن ما عرفش يطلع لهم تاشيرات لجنوب افريقيا كل التوفيق يا رب سواء لمودرن فيوتشر او نادي بيرميدز وللاهلي طبعا وللزمالك في البطولات الافريقيه المختلفه